باعتبار أن هذه النقطة تم الاتفاق عليها وسيعلن عن وقف إطلاق النار يا أستاذة راغدة، بجهود الأمريكيين وبزيارات أموس هوكشتاين وبشربه للقهوة في ستاربكس في وسط بيروت وغير ذلك، هل استطاع الأمريكيون أن ينتزعوا موافقة وضمانا مباشرا من الرئيس نبيه بري على عقد جلسة انتخاب الرئيس؟ نعم أستاذ حسين، أعتقد أن الأمريكيين لا يلعبون بهذا الموضوع، أنه فائق الأهمية لكل من الرئيسين، الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب. فإذا أعتقد أن الجدية في فتح باب مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس هي رهن الاختبار، ولا أعتقد أن الرئيس بري الآن سيغامر بهذه المسألة، لأنه فعلا هو جزء أساسي من الاتفاق الذي حدث والذي قام به في الواقع. يجب أن نقدر جهود أموس هوكشتاين، لأنه كان قد فشل عدة مرات ثم أصر، ولكنه أصر ونجح فقط عندما توافق كل من الرئيس بايدن والرئيس ترامب على دعم هوكشتاين وعلى الدفع معا من أجل إيصال لبنان إلى هذه المرحلة، وهي الآن نحن بإذن الله على وشك التوصل إلى إعلان رسمي لوقف النار، هذا أولا. ثانيا في المرحلة الثانية، وهذه مسألة مهمة جدا، يقوم الفرقاء طبعا بمشاركة لجنة الرقابة الموسعة التي كانت تضم في الأساس لبنان وإسرائيل واليونيفيل فقط، والآن توسعت لتضم الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها، لتقوم بالإشراف على المفاوضات ما بين العسكريين لحل النقاط 13 المعلقة ما بين لبنان وإسرائيل. وهذه لا تشمل شبعة وكفر شوبة، العميد يعرف أكثر مني في الموضوع. موضوع شبعة وكفر شوبة مستبعدين عن 13 نقطة عالقة بين لبنان وإسرائيل. إذن هذه المرحلة الثانية، ثم بعد ذلك عندما تأتي مرحلة ترسيم الحدود وهي الأهم، عندئذ يتم حل مشكلة شبعة وكفر شوبة. وعندئذ أستاذ حسين، ردا على سؤالك إلى العميد، أنا أعتقد أنه في حال تم الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فانتهى الاحتلال وانتهى النزاع، كل شيء قابل للأخذ والعطاء. يعني في طبيعة الحال إذا كان العالم العربي كله في حالة تطبيع مع إسرائيل بعد معالجة موضوع فلسطين وغيرها، فعندئذ لن يكون لبنان وحده مسمار جحا، يعني لن يكون لبنان وحده دائما في طالعة التعطيل ودفع الثم. طيب يعني عندما يتم الاتفاق وترسيم الحدود والموافقة على ما تحدثت به يا أستاذ راغدة، هناك مشكلة كبيرة جدا للجنوب الآن، إعادة الإعمار. من يعيد الإعمار إذا كان أبناء الجنوب همس في أذنهم أن إيران يمكن أن تساعد؟ الآن الرئيس الإيراني يتحدث عن حاجة بلاده لميزانية، كيف يمكن؟ اسمحي لي بهذا السؤال أن أسأل فيما إذا تسمح لي أن أجيب على هذا السؤال بسرعة جدا. وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب كان يتحدث في أحد المؤتمرات، وهو تحدث عن هذا الموضوع، موضوع المعونات الدولية والعربية شبه المضمونة لإعادة إعمار الجنوب، وبالتالي عودة أهالي الجنوب إلى بلادهم، وهذه عودة أقرب بكثير لربما من عودة الإسرائيليين إلى الشمال. إذن هناك عزم وتطمينات أمريكية وأوروبية فرنسية بالتأكيد وعربية بالمشاركة بمساعدة على إعادة الإعمار وإعادة التأهيل في جنوب لبنان.